وحول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ينضم إلينا مراسلين الغد من دونباس الأوكرانية محمد لفنيش، ومن باريس بلقيس النحاس مراسلة الغد، يوسف بيغار مراسل الغد معنا أيضا من موسكو، ومن بروكسل سلام كيالي. إذا أبدأ معك من على الحدود ومن دونباس الأوكرانية محمد الفنيش، إلى أين وصلت التطورات؟ وقبل أن أعرف منك ما هي التطورات على الحدود الآن، أيضا ينضم إلينا من اسطنبول مراسل الغد علام صبيحات. أعود مرة أخرى إليك محمد، إلى أين وصلت التطورات على الحدود وما هو جديد المواقف الأوكرانية حتى الآن؟ نعم جمانة، يبدو أن الوضع بدأ يتطور هنا في منطقة دونباس، حيث هاجم المسلحون الموالون لروسيا نقطة تفتيش عسكرية أوكرانية عبر طائرة درون كانت تم إلقاء من خلالها قنبلة على المكان دون أن يسجل يعني إصابات سواء مادية وبشرية في المكان. لكن هذا التطور واستعمال هذه الطائرة الدرون اليوم وفي مكان كنا فيه سابقا يعني يبعد تقريبا من هذه المنطقة ب20 كيلومتر، وفي هذا الصباح كنا في المنطقة تم الاستعمال الدرون بعدنا بتقريبا بنصف ساعة من مغادرتنا المكان. هذا التطور يوضح أن المسلحون الموالين لروسيا استعملوا الدرون، كانوا يستعملوا القناصة، كانوا يستعملون بعض القذائف يعني قذائف محدودة، لكن هذا التطور باستعمال الدرون قد يخلط الأوراق من جديد وقد يعيد الحسابات من جديد مرة أخرى. المسألة الثانية وأن الجيش الأوكراني يصف الأمر في دونباس في الجهة التي يسيطر عليها المسلحون الموالون لروسيا يصف بالاحتلال الروسي ويسميها في الوصف بقوات الاحتلال الروسي، وبالتالي هناك حشود عسكرية هائلة جدا. تقارير أمريكية قالت أن العدد ارتفع أكثر، نتحدث عن الحشود العسكرية الروسية على شرق أوكرانيا. هناك كذلك مناورات كشفتها يعني وكالات الأنباء في بيلاروسيا شمال أوكرانيا، مناورات عسكرية روسية بيلاروسية، تحركات كبيرة جدا. هناك كذلك حشود بحرية قوية في جزيرة شبه القرم الروسية التي تحتلها روسيا من بعدما سيطرت عليها عام 2014، حيث كانت شبه جزيرة القرم أوكرانية. أمام هذه المعطيات من الصعب جدا أن تصدق كييف أن الأمر طبيعي. صحيح أنها لا تبحث عن حرب، لكن حلفاء كييف غيروا من الخطاب بمعنى، أصبحت لغة هنا بأنه مستعدين للحوار لكن كذلك مستعدين للعقوبات على نظام بوتين إذا ما استمر في تهديد أمن المنطقة. بين هذا وذاك لغة موسكو مختلفة تجاه كييف، تقول أن لا نية لها في الحرب، لكن أمام هذه الحشود العسكرية وأمام تحرك المسلحون الموالون لروسيا في دونباس تجاه الجيش الأوكراني أحيانا عبر القناصة وأحيانا عبر القذائف والآن عبر الدرون، كل هذه المعطيات توضح ميدانيا أنه هناك شيء ما يدبر. قد نقول كما يقال هناك حالة من التباين ما بين ما يحصل على الحدود من تطورات وبين المواقف الرسمية. ابقى معنا محمد، تتحول إلى باريس وبلقيس النحاس. بلقيس، موقف فرنسا ليس بجديد، هي متمسكة فعلا بالحوار وبالحل الدبلوماسي، ولكن اليوم بدأت حالة دفاع عن روسيا وتقول بأنه ليس هناك أي دلائل حتى هذه اللحظة بغزو روسي محتمل إلى أوكرانيا. ما جديد المواقف بلقيس؟ يعني جمانة، أعود للنقطة التي ذكرتها، هنالك تباين على ما يوجد في الأرض من حشد عسكري وبالإضافة إلى ما يدور في أروقة سواء كان محادثات أو مفاوضات بين على سبيل المثال الكريملين والإليزي. ولكن تصريحات لوزير الخارجية اليوم الفرنسي شدد على هذه النقطة، هو ذكر ما ذكرته للتو، الحشد، هنالك حشد بعشرات الآلاف من الجنود على الحدود الأوكرانية. ذكر أن هنالك مناورات عسكرية ستقام على الحدود البيلاروسية
الروسية لقوات الروسية والبيلاروسية على الحدود الأوكرانية، وبالتالي فإن هنالك عناصر جاهزة ومستعدة لأي هجوم. وبالتالي يقول يعني على لسانه اليوم وزير الخارجية الفرنسي، يقول أن فرنسا هي تفتح باب التفاوض والحوار. كما نحن نعلم هنالك يعني كان هنالك اجتماع بصيغة نورماندي لكل من الأطراف الأربعة، فرنسا، أوكرانيا، أيضا روسيا وألمانيا، وسيكون هنالك أيضا اجتماع جديد في الأسبوع المقبل بصيغة نورماندي. ولكن وهنالك أيضا اتصال أو لقاء مرتقب شخصيا بين إيمانويل ماكرون وأيضا فلاديمير بوتين. ولكن الرأي يعني وزير الخارجية يؤكد على أن يعني احتمالية أيضا شن هجوم هو موجود، وأنه يعني حذر في نهاية لقائه على القناة التلفزيونية في فرنسا أنه إن تم بالفعل. نعم، فقدنا الصوت مع مراسلة باريس بلقيس النحاس. نتحول إلى يوسف بيغار مراسل الغد من موسكو. يوسف، يعني روسيا تنفي نيتها غزو أوكرانيا حتى هذه اللحظة رغم الحشود العسكرية بعشرات الألاف على الحدود، كيف نفهم هذا التباين ما بين التطورات على الأرض وما بين التصريحات الرسمية لروسيا؟ بالفعل موسكو تؤكد في كل مرة بأن ليس لديها أي نية للقيام بعمل عسكري ضد جارتها أوكرانيا، تؤكد بأن هذه الحشود العسكرية هي موجودة في الواقع على الأراضي الروسية، وبأن لروسيا كل الحق في تحريك قواتها ومعداتها العسكرية داخل أراضيها وفق ما تراه مناسبا. تتهم الغرب وعلى رأسهم حلف شمال الأطلسي بأنهم هم من يزيدون من حدة التوتر عبر سلسلة من المناورات والتدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية وفي منطقة البحر الأسود. موسكو في الكثير من المرات اتهمت الغرب بأنه يحاول عسكرة منطقة البحر الأسود ويزيد من حدة التوتر في هذه المنطقة. تؤكد روسيا بأنها تتمسك بالعمل الدبلوماسي والسياسي مع القوى الغربية لحل الأزمة الأوكرانية وفق ضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك. تدعو القوى الغربية إلى ضرورة الضغط أكثر على كييف من أجل تنفيذ هذه الاتفاقات، وليس دعم كييف بشحنات جديدة من الأسلحة التي تصنف هنا في روسيا بأنها أسلحة هجومية وأسلحة حديثة. تراها موسكو بأنها تشكل تهديد للأمن في روسيا وتشجع سلطة كييف من أجل القيام بعملية عسكرية لحل أزمة دونباس بالقوة العسكرية. هناك تشابك كبير بين الملف الأوكراني والضمانات الأمنية التي تتحدث عنها روسيا، خاصة وأنها اتهمت بشكل مباشر على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن بأنها تحاول جر روسيا إلى نزاع مسلح مع جارتها أوكرانيا، وأنها تستعمل الملف الأوكراني لضغط أكثر على روسيا ولاحتواء روسيا ولوقف ما وصفه بوتين بمحاولات تطوير روسيا. إذن موسكو تتهم بشكل مباشر واشنطن وحلف شمال الأطلسي بأنهم يسعون من أجل زعزعة الاستقرار أكثر بالقرب من الحدود الروسية وفي الملف الأوكراني. تؤكد بأنها جاهزة للحوار مع الغرب بما يخص الضمانات الأمنية التي تطالب بها، خاصة وأن الحديث يدور على سياسة الأبواب المفتوحة حول إمكانية ضم الحلف لأوكرانيا وجورجيا وإمكانية أيضا نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى بالقرب من الحدود الروسية. اللهجة التي تتبناها موسكو تجمع بين الدبلوماسية والعمل السياسي وبين إظهار مراكز القوة لدى روسيا في ظل التدريبات والمناورات العسكرية التي يجريها الأسطول البحري الروسي أو التي تجريها روسيا معية بيلاروسيا فيما يوصف بمدى الوقوف على جاهزية الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في صد أي اعتداء على بيلاروسيا أو على روسيا. خلاصة القول أن روسيا تعمل دبلوماسيا وسياسيا مع القوى الغربية في اتصالات هاتفية مع بريطانيا. هناك اتصال هاتفي مرتقب اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني، سيركز على الضمانات الأمنية وعلى مساعي حل الأزمة الأوكرانية وفق الحلول الدبلوماسية والسياسية. دعني أتحول إلى بروكسل لمعرفة حقيقة الموقف الأوروبي وموقف الاتحاد الأوروبي. مراسل الغد سلام كيالي. سلام كيالي، إلى أي مدى الاتحاد الأوروبي متمسك بعدم الاتجاه إلى التصعيد في الأزمة الروسية الأوكرانية رغم التطورات التي تحصل حقيقة على الحدود؟
نعم جمانة، هذا هو الموقف الأساسي للاتحاد الأوروبي رغم إعداده قائمة عقوبات لفرضها على روسيا، ورغم أن هنالك دول أوروبية تنضوي تحت الناتو أو تحت الاتحاد الأوروبي كإسبانيا، الدنمارك، هولندا وفرنسا أيضا أرسلت طائرات أو أرسلت فرقاطات حربية، أو حتى فرنسا أعلنت نيتها إرسال جنود إلى رومانيا في حال طلب الناتو ذلك، ولكن هنالك مساعي دبلوماسية مستمرة في هذا الخصوص. بالأمس على سبيل المثال كان هنالك مكالمة بين جوزيف بوريل جمعته مع أمين عام حلف الناتو، مع وزير الخارجية الأمريكي، وأيضا مع وزير خارجية بولندا الذي تترأس بلاده عملية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي. هذا الاجتماع كان بهدف وضع أو الإجابة على الرسالة التي أرسلها لافروف وزير الخارجية الروسي في 31 من يناير، بمعنى أن هنالك محاولات لأن يكون هنالك طرق دبلوماسية لطرق الطرق الدبلوماسية بشكل أساسي خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي. نرى أن هنالك أيضا ناهيك عن الاجتماعات جمانة، هنالك أيضا تصريحات بأن سواء فرنسية أو غير فرنسية بأن هنالك لا أن الدول الأوروبية دعينا نقول بشكل أساسي لا ترى أن هنالك نوايا روسية في الوقت الحالي لغزو أوكرانيا. أيضا لا ننسى أن هنالك مكالمات من زعماء أوروبيين على سبيل المثال ماكرون، دراغي رئيس الوزراء الإيطالي، وأيضا بالأمس كان هنالك لقاء ما بين الرئيس المجري فيكتور أوربان مع بوتين بشكل مباشر، وهنالك محاولات عدة للتواصل على أعلى مستويات لرأب هذه المشكلة، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي الدول الأوروبية تحاول أن لا يكون هنالك صراع أو نزاع أو تدخل عسكري أو احتدام الصراع العسكري بين أوكرانيا أو بسبب أوكرانيا بين دول الغرب، وروسيا أيضا تحاول أن تطمئن أن يكون لها وجود في أي مباحثات مقبلة. لذلك نرى أن هنالك على سبيل المثال تنسيق على أعلى مستوى ما بين الممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أو حتى أرسلا فون دير لاين مع الولايات المتحدة على سبيل المثال أو حتى مع بريطانيا، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي لا يسعى فقط أن يكون هنالك حل دبلوماسي بل وأن يشارك جمانة مباشرة في أي مباحثات وأي حل. هذا هو الموقف المعلن والصريح للاتحاد الأوروبي. أمن أوكرانيا لا يتجزأ عن أمن الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب أن يشارك الاتحاد الأوروبي في صياغة أي حل مقبل لهذه الأزمة. ابقى معنا سلام، ونتحول إلى اسطنبول وعلام صبيحات. علام، كثيرة هي المواقف من تركيا، زيارة مرتقبة من الرئيس التركي لكييف غدا، مباحثات تركية أمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية، ما الذي يمكن أن تقدمه أنقرة لاحتواء الأزمة ولكي يمكن أن تقوم بدور الوساطة وتلعب بعض الدبلوماسية لتبريد الأجواء؟ بالفعل بعد ساعات من الآن سيصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كييف عاصمة أوكرانيا، وسيلتقي خلال الزيارة بفولودومير زيلينسكي الرئيس الأوكراني في محاولة أو خطوة أولى على طريق محاولة الوساطة إذا صح التعبير من قبل تركيا في هذه الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا. تركيا تقول إن أي مواجهة أو حرب أو توتر أو مواجهة محدودة أو موسعة في المنطقة في منطقة البحر الأسود ستؤثر ليس فقط على المنطقة بل على كل العالم بحسب ما تقول، وهي تعتبر بأنه لا يجب أن تتم مثل هذه المواجهة لأنها ستضر سلبا، يعني ستؤدي إلى نتائج سلبية على كل دول المنطقة ومن ضمنها تركيا التي تتجاور مع روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود. من هذه القاعدة تنطلق الجهود التركية في محاولة الوساطة بين الجانبين الروسي والأوكراني. كان هناك إعلان تركي عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن موافقته على الدعوة التركية لزيارة تركيا في الأيام القادمة من أجل المضي قدما في مثل هذه الوساطة، وتركيا أيضا أعلنت عن أنها ترغب في أن يعقد فيها اجتماع يضم الرئيسين الروسي والأوكراني، يعني كقمة بين الرئيسين في تركيا من أجل التوسط لحل هذه الأزمة. المهم في تركيا أنها هي في خانة الوسط بين كل الأطراف، بين روسيا وأوكرانيا من جهة وبين روسيا والناتو أيضا من جهة ثانية. تركيا عضو في الناتو وتؤكد بأنها تلتزم بالتزاماتها في إطار حلف الناتو، ولكن أيضا من جهة أخرى هي تربطها علاقات اقتصادية وعسكرية وأمنية وتجارية قوية ومهمة جدا مع روسيا، انطلاقا من S-400 وصولا لملف الغاز الذي
يعتبر تعتبر روسيا المورد الرئيس الأول لتركيا في موضوع الغاز الطبيعي، وبالتالي هناك بالإضافة إلى ملفات أخرى طبعا، وبالتالي هناك ملفات شائكة ومعقدة أمام مهمة تركيا في محاولة الوساطة بين الجانبين. تركيا تدرك هذا الأمر، تدرك صعوبة التوسط، أخذا بالاعتبار أنه إذا ما حدثت مواجهة فعلا فإنها ستضطر لاختيار أحد الطرفين اللذين تربطها بهما علاقات استراتيجية. هناك مجلس تعاون استراتيجي بين روسيا وتركيا وبين أوكرانيا وتركيا، وبالتالي علاقات استراتيجية مع الدولتين، وتركيا تلتزم بإطار حلف الناتو، ما يعني أنها ستكون في موقع المواجهة مع روسيا، وهو ما سيؤدي إلى خسارة الكثير من مصالحها. ما يهم تركيا وبعجالة الآن هو الحفاظ على مصالحها وعلى عدم حدوث مواجهة تؤدي إلى الإضرار بهذه المصالح مع كل من روسيا وأوكرانيا ومع حلف الناتو. علام صبيحات مراسل الغد كنت معنا من اسطنبول، محمد الفنيش كنت معنا من دوباس الأوكرانية، من باريس بلقيس النحاس مراسلة الغد، يوسف بيغار كنت معنا من موسكو، ومن بروكسل سلام كيالي، شكرا جزيلا لكم.